مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، وبالتحديد فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وآخر أخبار وآخر أمور ومواضيعه الهامة جدا اللي بتهم كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. دايما بيهمنا قوي زي ما احنا متعودين تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم. وسؤال الحلقه بيقول: ما هي توقعاتك لنتيجه مباراه اليوم في الدوري الانجليزي وقمه هذه الجوله ما بين ليفربول ومانشستر سيتي؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام. البدايه دايما بتكون باهم العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي: الأهلي يترقب الموقف النهائي لمكان إقامة النهائي الأفريقي. في الترند المحلي: جهاز المنتخب يعلن القائمة النهائية لمباراتي توب. أما الترند العالمي: مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي. هي طبعا اهم مباريات اليوم هي مباراه ليفربول ومانشستر سيتي، او مانشستر سيتي وليفربول، لان هي مباراه على ملعب مانشستر سيتي استاد الاتحاد. مباراه هتكون قويه جدا، بيسعى من خلال ليفربول ان هو يحتل صداره ترتيب الدوري بعد ما فقدها امبارح لساوثامبتون، والنهارده لتوتنهام، بس لسه ليفربول ليهم مباراه اللي هتتلعب الساعه 6:30 مساء تحديدا. بالتالي خلينا اقول لحضراتكم مواعيد واهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات واهم الدوريات الاوروبيه تحديدا. فنبتدي بالدوري الانجليزي، والنهارده في اربع مباريات. اول مباراه خلصت ما بين ويست بروميتش البيون وتوتنهام، هاري كين احرز هدف في الدقائق الاخيره من المباراه من اسيست لدوهارتي، وفاز بثلاث نقاط خلوهم هم في صدارة الترتيب. المباراة الثانية ما بين ليستر سيتي وولفرهامبتون بتجرى في هذه اللحظات، وتقدم ليستر سيتي بهدف واحد لشيء أحرزه فاردي من ضربة جزاء، وضيع ضربة جزاء ثانية كمان قبل نهاية الشوط الأول. مانشستر سيتي وليفربول ده الساعة 6:30، وأرسنال وأستون فيلا مواجهة مصرية خالصة ما بين النجني والمحمدي وتريزيجيه، دي هتكون الساعة 9:15 مساء. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. مباراة اليوم في الدوري الأسباني: ختافي مع فياريال، المباراة انتهت بفوز فياريال 3-1. ريال سوسيداد مع غرناطة، المباراة هتكون كمان ربع ساعة. وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو الساعة 7:30، نفس الميعاد ليفانتي وديبورتيفو ألافيز. ومباراة الساعة 10 مباراة مهمة لكل عشاق ريال مدريد، هتكون ما بين فالنسيا وريال مدريد. مباريات اليوم كمان في الدوري الإيطالي: لاتسيو تعادل مع يوفنتوس 1-1 في مباراة شهدت إحراز رونالدو الهدف وإصابته وخروجه من المباراة، إن شاء الله تكون إصابة خفيفة. أتلانتا مع إنتر ميلان، الشوط الأول خلص التعادل السلبي. جنوا وروما 1-0 روما، الشوط الأول خلص كمان. وتورينو مع كروتوني أيضا مباراة في نفس الميعاد، الشوط الأول خلص بالتعادل السلبي. بولونيا ونابولي الساعة 7، وميلان مع هيلاس فيرونا الساعة 10 إلا ربع. دي أهم مباريات اليوم، وأهم مباراة طبعا هي مباراة مانشستر سيتي وليفربول، هنحاول نتابعها بعد هذه الحلقة بإذن الله. هروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نكمل تفاصيل حلقة اليوم، يلا بينا.